صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأحد 5 أيار مايو 2016. اليوم بحوارنا رح يكون في عنا المحور الرئيسي هو التطورات في المحيط العربي، لا سيما ما يجري في الفلوجة، ما يجري في الرقة سوريا. هل نحن على أبواب استعادة النظام أو الأنظمة لدفة الأمور من التنظيم المتشدد تنظيم الدولة الإسلامية؟ أيضا من ضمن العناوين مؤتمر فرنسا، ماذا يعني هذا المؤتمر، مؤتمر باريس مؤخرا؟ هل نحن على أبواب سلام أم على أبواب حرب؟ أما في الداخل اللبناني فالكثير من السجالات التي يوميا يضاف إليها سجال سواء في البيت الواحد أو في البيوت المتعددة، هذه التفاصيل وغيرها تكون محور بحثنا بعد قليل مع دولة رئيس الانفلسة. الكراسي ما دولة الرئيس، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. اليوم دولة الرئيس لكثير من العناوين الدولية والإقليمية من بعد ما يعني البعض اعتبر أنه انتهينا من الانتخابات المحلية، يعني الكل كان ينتظر العين على الانتخابات سواء رئاسية أو نيابية، إلا أنه الانتخابات المحلية فعلت فعلا ورجعت مثل ما بقول عملت زخم بالسياسة. قدي عملت زخم وقدي بتعتبر أنه لا، هي فعلا لا نتائج لها أكثر من أنها انتخابات عائلية مثل ما البعض كان عم بحب يعطيها توصيف، علما أنه لقينا في رأي عام أقله يقاس اليوم بالسياسة ولابد أن يقاس، سواء من انتخابات الشمال مؤخرا وانتخابات طرابلس تحديدا أو حتى بتغيير المزاج المسيحي البعض قال بالإبيات في معركة ما بيّنت أنه لا، مش شرط يكون إذا اتفق الثنائي عون وجعجع أنه ينعكس هذا الأمر على العائلات، بوقت أنه بجونيا أيضا كان في تمايز. كيف قرأت الانتخابات البلدية وهل اعتبرت في رسائل سياسية من وراها أو لا؟ كيف تقرأ اليوم انعكاسات هذه الانتخابات على السياسيين، على التيارات السياسية، لا سيما تيار المستقبل؟ عم نسمع كثير ردود نفي وردود ومواقف. هل تعتبر اليوم أن السعودية التي كانت سابقا كما قال الوزير نهاد المشنوق هي التي دفعت تيار المستقبل باتجاه اعتبرها كل التقلبات ربما سلبية، يعني بإطار الحديث كان أنه هي اللي كانت هيديك السعودية، في هيديك السعودية وهي السعودية، ولا لا تؤيد هذا التوصيف؟ وأكيد العناوين الرئيسي الرقة، فلوجة ومؤتمر باريس. خلينا نبدأ حوارنا بحر الصين وبحر نبدأ حوارنا معك ومع المشاهدين، لكن بداية أنتقل إلى زميلتي كاترين حنا وموجز لهم الأخبار. أهلا بكم. دخل الجيش السوري أمس إلى محافظة الرقة السورية، أحد أبرز معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، للمرة الأولى منذ نحو عامين، في إطار هجوم يشنه بغطاء جوي روسي بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن قوات النظام بالتعاون مع مقاتلين موالين دربتهم موسكو يعرفون باسم قوات صقور الصحراء، وبغطاء جوي روسي تمكنوا من دخول الحدود الإدارية لمحافظة الرقة في شمال البلاد، المعقل الأبرز لداعش في سوريا. في العراق سجلت حالات غرق بين النازحين من مدينة الفلوجة بعدما استهدفهم تنظيم داعش وهم يعبرون نهر الفرات، بينما قتل نازحون آخرون على يد قناصة التنظيم. وأفيد عن غلق 13 مدنيا من أهالي منطقة الحصي جنوب الفلوجة، غالبيتهم من النساء والأطفال، حاولوا الوصول إلى الضفة الثانية باتجاه ناحية عمرية الفلوجة التي تقع تحت سيطرة القوات الأمنية. وأكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن الانتصار الكبير الذي تحقق في منطقة السقلاوية يفسح في المجال لتطويق الفلوجة بالكامل، وأن كل ضواحي المدينة أصبحت محررة. في غضون ذلك حذر مسؤولون في محافظة الأنبار من كارثة إنسانية ستحل بمئات العائلات التي نزحت مؤخرا من الفلوجة إلى مناطق في عمرية الفلوجة عبر نهر الفرات.
أعلن الهلال الأحمر الليبي عن العثور على جثث ما لا يقل عن 117 مهاجرا كانوا يريدون التوجه عبر البحر المتوسط إلى أوروبا على شاطئ مدينة زوارة في غرب ليبيا. وقال المنسق الإعلامي للهلال الأحمر فرع زوارة إن العدد الإجمالي للجثث التي تم انتشالها حتى الآن هو 117، وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع إذ يستعد عناصر الهلال الأحمر للخروج للبحث عن مزيد من الجثث، مؤكدا أنه سيمشط شواطئ زوارة وما حولها. والأسبوع الفائت قضى نحو 700 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا في ظروف صعبة في 3 حوادث غرق قبالة ليبيا بحسب الأمم المتحدة وشهادات ناجين. أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات في كل من فرنسا وألمانيا إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، بعضهم وجد غارقا داخل منزله، وتم إخلاء 3000 شخص على الأقل من إحدى البلدات جنوب باريس، واستخدمت فرق الطوارئ قوارب الإنقاذ لمساعدة السكان على الهروب من منازلهم. وبحسب ما ذكر تلفزيون فرانس 24 فإن منسوب مياه نهر السان ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 30 عاما، ما دفع السلطات الفرنسية إلى إغلاق متحفي اللوفر وأورسي خوفا على مقتنياتهما النادرة. وقامت الشركة المشغلة للقطارات بإغلاق الخط الحديدي الذي يمر بمحاذاة النهر ويستخدمه السائحون للوصول إلى برج إيفل وكاتدرائية نوتردام وقصر فرساي. ختام الموجز، عودة إلى الحدث مع نانسي. شكرا كاترين. مشاهدينا برحب فيكم مجددا واجدد ترحيب بضيفي دولة الرئيس اللي فرزني. صباح الخير مجددا. اهلا وسهلا دولة الرئيس. بتعليق على الانتخابات البلديه، كيف قرات مؤخرا نتائج تحديدا انتخابات الشمال، وهل توقفت عند طرابلس ولا اعتبرت انه كانت لم تكن مفاجاه لك؟ اولا انتخابات البلدية عادة وبظل ظروف عادية هي تعبير عن موازين قوى تسود الساحة، ولكنها ليست بحاسمة وجازمة لكي تعكس يعني وضع ثابت أكيد نهائي، لأنه المعايير التي تتحكم بانتخابات البلدية على مستوى القرى هي معايير تخضع لمسألة العلاقات بين العائلات وعلاقة الصراعات الذاتية والشخصية أكثر مما تتحكم فيها الموقف بالقضايا الوطنية المطروحة. وشاهدنا في كل البلديات تقريبا خصوصا في الشمال وخصوصا في عكار أكثر وأكثر كيف نفس الطيار كان موجود هون وهون يعني في الحالتين، وشفنا بمناطق أخرى بجبل لبنان كيف كمان في تعاون من الطيار مع مختلف القوى. لذلك أنا لا أعول كثيرا على أن أقرأ ما حدث وأخرج منه بخلاصات استراتيجية باستثناء بعض المواقع. أعطيتي مثل الأبيات، أنا الأبيات يعني كانت مسبقا معروف متوقع طبعا، لا بل بالعكس متوقع عليه لأنه يعني قوة. ما بدي يعني إذا بتسمحي لي وبعتذر، ما بدي أدخل بما إلي حق أخلاقي وأدخل ب قضايا الأبيات الداخلية وتوازناتها وعائلتها ورئيس البلدية اللي كان قبل هون وبعد يعني مشوا هون ربح هون وربح هون يعني هذا موضوع يخضع. المهم انه الانتخابات البلدية بالعكار لا تستطيع انه ما بتقدر تطلعي فيها بخلاصات استراتيجية. بطرابلس غير شكل. بتقولي لي كنت متوقع النتيجة؟ لا اعترف اني مش متوقع. غريب انه نتيجه طرابلس الكل لم يكن متوقع. انا ما كنت متوقع لانه انا يعني ما بقدر افهم. اول شيء مدينه مش قريه عم تلعب على تناقضات وتوازنات عائليه بالقريه، توازنات عائليه بالقريه والتناقضات بتقدر يعني للمحترفين بيقدروا يشتغلوا فيها تمام. اما مساله طرابلس مدينه كبيره وعاصمه، طرابلس وعاصمه اساسيه بلبنان وهي معقل اساسي، اني انا تقولي لي اجتمع من اجتمع في هذه الانتخابات. اجتمع من لم يجتمع كمان. لا واجتمعوا الحقيقه القوى التي كانت مجتمعه
هو مفروض تحسب صراع على مستوى مش بس طرابلس، على مستوى الساحة اللبنانية بمسألة ما تمثل طرابلس حصرا بخصوصيتها. أول شيء المطروح أنه نتائج الانتخابات اللي شاركوا بالتصويت خطيرة، أنه كل هاو ما قدروا جابوا 23-24% ما بعرف، والثلاثة أربعة خمسة بالمية اللي نزلت بعد الظهر نزلت بسبب ظروف معينة كانت النتيجة أقل من 20%. فإذا في 80% منتحضين معترضين غير مبالين. البعض يقول 80% من الناخبين، يعني بقى ما كمان بدنا ننسى انه هي فكره انه في ناس كتير ما بيعنيها تطلع تنتخب. خليني لك، انت عم تحكي عن طرابلس اللي سكانها فيها، مش عم تحكي عن قريه سكانها مغتربين، بتحكي عن طرابلس سكانها فيها. ليه ما انتخب؟ في 80% ما انتخب، لا شك انه تحمل رساله احتجاج لقصه غير مبالين، انه جربنا يكونوا انه بس البعض يقول انه شايفوا كانه المحدله مثل ما الكل ما كان متوقع النتيجه. شو بيقولوا؟ انه المحدله خلص هي محدله، كل الاحزاب توافقت. لا لك الامور بنتائجها، بالسياسي ما في شو بتقول انا وانت، بالسياسي في نتيجه طلعت 80% ما شاركوا في الوقت اللي كان. طيب ما شاركوا قبل الظهر، حسوا هاو اللي بعتبرين انه النتيجه خالصه انه القصه خطيره فيها اهانه للذين اجتمعوا لحتى يمثلون. طب ما بينزلوا بعد الظهر؟ كله معروف كيف نزل اللي نزل، معروف كيف نزل؟ شو بدي كيف يعني معروف؟ معروف هو البعض يقول انه المغريات لعبت دور. بس ما كان في مغريات، يعني بالاخر اللي نزلوا بعد الظهر دولة الرئيس يعني بمعظمهم هن ابناء الاحياء اللي هي مهمشه. شو يعني بطرابلس مش يعني نزلوا لانه ما تفعلن يعني؟ ونزلوا قلبوا النتيجه. شو يعني؟ يعني هدول اشخاص نزلوا يقولوا نحن هلا ما بقى، يعني البعض يقول انه كانوا مرتاحين على وضعهم تحالف الاحزاب انه انه ما في نسبه وما ف اخر لحظه هي انقلبت الامور. هيدي تكتكي، هي كلام تكتيكي. النتيجه شو؟ في النتيجة انه الكمية اللي صوتوا بطرابلس كمية هي دون المستوى المطروب لمثل هكذا مشاركين. كم من المشاركة؟ طرفين، كل الاطراف اللي شاركت ما قدرت نزلت بطرابلس الا 20%. شو هذا؟ طب انت اعتراضك ببيروت على شو صار؟ وقت طلعتي بالخلاصات ببيروت انه في كذا بالمية ما صوتت، مش نتيجة اعتراضها على وضع حولوا بيروت من بيروت الشرائع لبيروت النفايات؟ مش هيدا الخلاصات طلعت فيها انا كمواطن عادي؟ وهذا اللي بطرابلس صار عمليا، انه بطرابلس في حاله اعتراض شيم عشيم. هلا من ربيع الحال شو بيكون بالنسبيه لك؟ شو الحال؟ النسبيه هي اللي بتشجع، يعني القوانين الاكثريه ايا تكون النسبيه على هي اللي بتخلي الناس على تنزل. كل البلديات ما عادش يجوز يستمر البلد على قاعده النظام الاكثري. ما بيجوز مجموعه عائليه. شو يعني بلديه؟ مثل ما قال استرجان عزيز بك احد مالت، هي الدليل الحميميه. هالحميميه اللي بتعبر عن نفسها بمجلس بلدي بدها تدير شؤون ذات البلد، ما بتدير شؤون نص زائد واحد تلغي الاخرين وبتقعدهم ببيوتهم وبتضل الاحقاد قائمه. النسبيه هي اللي بتنفس، بتجيب كل العائلات على المجلس البلدي وبتخلي الحياه العامه بالبلديه. طيب اليوم ما اقترع دوله الرئيس اقترع مثل ما عم بتقول، يعني ما في نسبيه، العلويين غير ممثلين بالمجلس البلدي، المسيحيين غير ممثلين. طبعا انا بستغرب كيف انه متأملين. اول شيء اذا تمثلوا شو يعني؟ التمثيل تبعهم تصدقا وتمنينا وتصدق تصدق، ما حدا يقول لي لا. حتى بالمخطره دولة الرئيس اللي هو اخطر، يعني انا سمعت انه يعني عم بيقولوا بجبل محسن انه نحن اذا بدنا نعمل اخراج ايد صرنا بدنا ننزل عند المختار بمناطق بيعتبروها انه صار تشكل خطر. يعني لا يعني هلا بتشكل خطر، قبل ما كانت تشكل بالمبدا بالماضي، بس كانت الثقافه ثقافه وطنيه حقيقه، ما كانت تسال الناس. انا بجيب جنين بيروحوا عند المختار المسلم، المسيحيين بيمضوا معاملاتهم وبينتخبوا اكثر ما بينتخبوا المختار المسيحي، لانه على الخدمات طلع مختار طلال عشرة اخذ عند المسيحيه اكثر ما اخذ نسبيا يعني. لذلك هذا مش معيار. المعيار الحقيقي نانسي انه
لازم نشيل من راسنا فكرية إنه نتجاوز حقيقة إنه التعاطي مع الأقليات بالقرى وبالمدن أصبح تعاطي ذات طابع تمنيني بقوانين الانتخاب القائم. ماشي تصدق، واحد عنده صية لحتى يعمل كذا، والتاني عنده هبة، والتالت عنده إيه، وإنه نحن عم نخدكم بعين الاعتبار يا عمي، وأنا توصيت، التاني بيقول أنا مؤمن بدي أعمل كذا، حكي كله حكي. في جلا جلا بالحياة اللبنانية نفاق من مستوى عالي بمسألة علاقة المكونات ببعض البعض أم تعبر عن ذاتها وبتصهر. وإيش الأستاذ روبير فاضل؟ مش بس أنه قدم استقالته، هذا موضوع آخر تقني، هذا الأهم هي الأسباب الموجبة اللي عطاها بتقديم الاستقالة. قال يا أخي أنا تعالوا لكم الحقيقة، روبير فاضل ينتمي إلى معسكر معين وينتمي إلى اتجاه معين، مش هيك؟ قال بشكل واضح أنا يا حبيبي أنا معش إلي مبرر وجود، لغيتوني أنا معش إلي أم لغيت، وهي حالي معش تنحل، بدها النسبية لتحلها، مش بس على مستوى طرابلس، على مستوى لبنان كله. طيب بس هيدا الشيء اليوم هيدا الموقف بينقص من تبقى من المسيحيين؟ أي موقف؟ إنه حدا ياخد موقف يقول لأنكم أنتم ما عم تمثلونا نحن رح نقعد على جنب، بيأثر ولا ماشي؟ مش بيأثر، حركة اعتراضية. إذا كان في قيادات حقيقة حريصة على وحدة البلد مفروض يأثر، إذا ما فيش قيادات حريصة على وحدة ولا حياة لمن تنادي ولقد أسمعت لو ناديت حيا، يعني ما بيأثر شو، وبيعمل حالة تراكم وحالة بعد، تجي لحظة ما سيتم انفجار ما مثل ما تم بغير محلات. بس الانفجار كيف بده يكون أمني؟ كيف ما كان يكون الانفجار؟ الانفجار بيعبر عديته كيف ما كان يكون، فيني أنا أضبط إيقاع كيف بده يكون الانفجار في وقت ما في ساعة ما في لحظة ما، ما بقدر. طب بس هذا الوعد يقول بالعكس إنه عم بيراكم مزيد من الإحباط، يعني إحباط شو؟ إحباط ماكسيمو ايه؟ ايه؟ في يصير إنه بتقلب بصناديق الاقتراع مثل ما قلبت بترابلس. شو يعني ما عملت إحباط سنة 92؟ عملت إحباط والسلطة السياسية ما أخذتها بعين الاعتبار. طيب. وأنا بعرف كيف ما أخذتها، وظلت تتعاطى مع المكون المسيحي على أساس إنه تفليسي، منا نوسع ذبب النيابية نوزعها على كامل المكونات. والمسيحيين متى بيتحملوا المسؤولية؟ شو صار بعدين؟ دكور السلطة على روسه، هن الدكور بعدين قديه؟ هن اللي شوهوا سمعة لبنان، شوهوها بمعنى إدانة الوضع القائم، هن اللي حالوا دون إعطاء شرعية لأي سلطة، هن اللي حالوا إنه الأكثريات تتمثل تمثيل صحيح، هن اللي حالوا بالإعلام بالعالم بالدنيا في في المقاطعة المحلية في المقاطعة العالمية. شو طلعت نهايتها؟ صحيح دفعوا المسيحيين أثمان، بس شو طلعت نهايتها؟ يعني طلعت نشاله ودكوله من السلطة على راسه. طيب اليوم البعض يقول انه هي هيدي فكرة تكتل الأقوياء للمسيحيين وبالأخرى زعيمين، خلونا بيقتلوا بعضهم أحسن، خلونا نضل متفرجين ومستلزين بمشهد اقتتال الديوك المسيحيين ببعضهم، يروحوا يقتلوا بعضهم يضلوا يقتلوا بعضهم لشو. لا بس حالة صارت كمان هيدا إلغاء عم بيكون للآخرين. مين قال إنه هذه هي الحالة الصحية؟ مين قال إنه الحالة الصحية؟ مين منع الآخرين يجوا؟ هي ثنائيات. مين منع الآخرين يجوا يفوتوا بالثنائيات؟ شو خص الآخرين؟ الناس ما بدها بقى هذه الوجوه. تعال حل لك إياها. طبق النسبية. مين نحن بدنا نطبق؟ هن مش عم يطبق زعما. مش هن، لا روق لك. أنت عليك واجب شغلي، ويجب إنك ترسخي عند بالرأي العام مفهوم المبدأ. انت عم تقولي الديوك بدي شيء هن يتفقوا، انا بقول لك انه بيكون بدك اياهم يضلوا يتقاتلوا، قلت لي لا بدي شيء هن يضلوا يتقاتلوا بس بديش الغاء الاخرين. شغله بسيط، الطريقه الوحيده لعدم الغاء الاخرين هي النسبيه. طيب. انت تحولي كمنبر بتمثلي الراي العام الى حاله ضاغطه وتقليبيه للراي العام على نخبة سياسية أو شريحة من النخبة السياسية، تتهرب من إقرار مبدأ النسبية، لأنه بدها تضل محافظة على الدكتاتورية جوات طائفتها وجوات المجتمع اللبناني. بس هون دولة رئيس كمنبر نحن عم نقوم بهذا الدور، بس اليوم يعني ما عم نقوم بهذا الدور. لا يعني مش
مش عاملين عم نقوم بهذا الدور تحديدا بموضوع النسبيه يعني والنظام اللا طائفي. بس اليوم لما بدك تحكي لا طائفي كيف بيكون نظام خارج؟ خبروني عنه النظام خارج طوائف. مش انتم قلتوا انه بالطائف بس يقوموا المسيحيين اللي طالبوا بحقوقهم بلبنان؟ لا نظام بدنا نظام لا طائفي. طيب هذا الطائف اللي قال هيك هاولي ثلاث ارباع هي طائف خارج القاعدة الطائف صاروا من سنة 95 بيقول هاي طيب من سنة 26 محله يطبق وينه بيطبق ايمتى؟ لازم وبركي ما تطبق بتترك الوضع القائم ما هو الوضع القائم او بتعملي عدالة بالتوزيع بين الطوائف. عدالة كيف بدك اياها؟ طيب كيف بدك كيفك تعطي الحقوق للطوائف المعنية بالبلد؟ طيب ما هن عم بيقولوا نحن عم نحافظ على المناصفة هذه هي العدالة. رجعنا للقصة زيت يعني قالها قالها هي اي مناصفة مناصفة شغلية ما لك لك وما لك لي ولك ايه بياخذ بنسف ثلاث ارباع نوابك وبقول لك مناصفة انت لايك فلان وفلان وفلان اللي استولدتهم بكنفي وهني اطفال انابيب هودي ولادي هودي كمان ها منك وفيك هودي نص بنص هيدي حبيبتي سقطت ما عدتش ماشي على الناس هاي شغلة كذب ونفاء. هذا المكون المسيحي في البلد لا يستطيع أن يستمر بمفهوم الشراكة على قاعدة الاستتباع والاستلحاق. بس بيقدر يكمل هيك؟ شو؟ يعني لما اتفق العماد عون ودكتور سمير جعجع بلشوا يحاربوهم من كل حد بنوصف ماشي بكرة بتجي انتخابات النيابية منعرف قيمة كل طرف شو؟ مراهن انه الانتخابات النيابيه بتبين قيمه هذا التحالف مش الانتخابات البلديه. لا اي بلديه ولا يمكن قراءه نتيجه الانتخابات لا. النيابيه كما قرات نتيجه لا 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 قراءه تضخيميه مثل العادي مثل العادي بكره بتجي الانتخابات النيابيه وبيبين كل واحد القرعة من ام اروع بشو طيب بس اليوم البعض يقول انه اذا كان فكره تكتل الاقوياء مثلا نائب سليمان فرنجيه خارج هذا التكتل حزب الكتاب خارج التكتل شو مطلوب بيترشحوا ضده وبينزلوا كلهم ضد بعضهم وبينعرف شو قيمته وانا مع بقاء واذا بقى بس هو عم ببين ثنائي لالغاء الاخرين مش لاستيعاب الاخرين كمان طيب. إذا من داخل الطائفة اذا كانوا مختلفين شو بنسميهم؟ انتم متزعلين ببعضكم ومختلفين ببعضكم شو بدنا نعملكم؟ اذا اتفقوا انتو ثنائي لإلغاء الآخرين أول شيء أي آخرين؟ الآخرين اللي بتعتبري بدهم يلغوهم ما هني ضمن بيقولوا لك بشكل واضح أن الحقوق الدستورية المسيحية مسروقة. طيب سيريهم أعطيهم حتى لهو بدهم يلغوا لنمشي معهم. أما لهاي ولهاي أنه بيخترع بساهم بإذكاء خلافات المسيحية لحتى استقر على تناقضاتك وبرر التعاطي معك وبرر التعاطي معك انا كطرف تاني برر التعاطي معك على اساس انك تفليسي. لا بس اليوم نائب سليمان فرنجي بيعتبر انه في حقوق مسلوبه للمسلوبة. طبعا بيعتبر اول واحد بيعتبر انه في حقوق مسلوبه بساليني الي طبعا بيعتبر وين بلاقيهم حقوق مسلوبه؟ هو يتحدث يعني دائما بقول انا ما بدي احكي مسيحيا شو الحق شو بدي ما بيحكي مسيحيا هلا واحد بس اول واحد ايد لانه الارثوذكس اسلام افرنجي اول واحد ليش ايد وايد تكتيكيا بالعلن معه كيف هاي انت منين لك حق تتكلي على اساس انه فلان بالعلن معه بالسر في مجلس نواب اللي بأيد بأن مجلس النواب هو أيد باللجان المشترك طيب قوات أيد باللجان المشترك قوات مش أيدوه بعدين كيف انتهى أدينه كيف أدينه عمل له وقته اتفاق معه طبعا هيك الإدانة طبعا يرجع نعمل احتضار انت بدك تضلي تتلززي بخلافات شو خاص بس كمان ما فيها مش عم نحكي نحن عن عقود من الزمن دكتور عيسى تغير الصراع عم نحكي نحن بتبيع الصراع خليني اسالك الصراع بين حزب الله وامل قديش استمر؟ قديش استمر؟ قديش استمر؟ شو؟ قديش استمر؟ ماشي رتحا من الزمن طيب واخذ بعد طب صار في اتفاق وأمن قل لك تعي طب النسبية لحتى كمان في أطراف أخرى بدها تتمثل خليها تتمثل وإجت انتخابات البلدية كفي بكل القرى قالوا في وجهة نظر أخرى ما حدا حكي ولا كلمة
ليش عند المسيحيين بتقوم الدنيا وبتحكم؟ كيف ما حدا حكى؟ حكى كثير. شو انحكى؟ حكى كثير يعني حتى اضطر الامين العام لحزب الله انه يطلع يقول يا عمي لك ايه هدوا البين بهالموضوع. انت يعني عرفاني القصه شو عرفاني، انت بتعرفي انه الموضوع موضوع ابقاء المسيحيين خارج اطار حق المطالبه باسترداد حقوقه. بصراحه النقطه المركزيه بدكم تعترفوا فيها علنا. طيب علنا اليوم ان حقوق دستوريه مسلوبه للمسيحيين بلبنان، مسلوبه منهوبه بصوره متماديه خلافا للدستور وانتهاكا لنص الدستور. مين اللي سلبها؟ شو مين الطبقه السياسيه بعبر شو؟ شو انا اللي زي؟ عبر الطائف. بدنا نرجع لذات الموضوع. لا مش قلتش عبر الطائف، انا بقول لك نفس الطائف. ايه ما بقول لك عبر الطائف يعني بقول لك نفس الطائف. انت اليوم النظام اللي عايشتيه هو النظام الذي نفذ الطائف فيه زورا. انا بقول لك نفس الطائف. طيب بس ما هو طائف يعني سرقه المسيحيين. لا بس هنيك العماد مش العون يقرا بانه انتزاع صلاحيات الرئيس هي من الطائف انطلقت. صارت بالطائف مزبوط، بس انه خلص صار الطائف واقر به دستور وتم تبنيه. طيب شو هن الحقوق المسلوبه اذا هيك؟ أول شيء قانون انتخاب نواب. أول شغلة قانون الذي يقولون أنه القانون النافذ انتبه هو قانون بكليته مخالف للدستور، وإنه بيعرفوا هالشيء لأنه الطائف كله قام على أنقاض ما سمي قانون الستين. لكن متمسكين فيه بعض الفئات، متمسكين فيه ليستمروا باستزلام 20-22 نائب مسيحي واستتباعهم ابدا. هذه هي المؤامره كلها، كيفيه ابقائكم يا مسيحيين مستسلمين ومستولدين بكنف الاخر. لا هذه قصه ما راح تستمر، انا بقول لك ما راح تستمر. ما راح تستمر من مين؟ ما راح تستمر. مين اللي قادر يخوض هذا الانقلاب مع المسيحيين؟ خلينا اذا كان المنطق خلينا نراقب مين قادر نكون شو بدنا فيها. خلينا نشوف كيف الامور بدها تتطور. وبتشوفي انه هذا النظام، بتعرفي شو السبب الثاني اللي بدهمش فيه انه يصير فيه قانون نسبيه وقانون انتخاب جديد؟ شو؟ ليمنعوا نظام المساءله والمحاسبه من ان يصار الى انتاجه. ليش مين؟ ليستمر عمليه الفساد وسرقه البلد واستباحه امواله واستذلال الناس. وين صاروا هول دوله الرئيس؟ هول القصص كلها وين صارت؟ صارت بأي فترة بأي حقبة بمن كان مسؤولا؟ من سنة 1990 شو بدي بكل مسؤول؟ شو بتحكوا شو؟ لو هذا الحديث أم تختلف؟ ما في، ما عم تقلي عن المساءلة والمحاسبة. في نظام مساءلة في نظام هذا المسؤول. أنا أقول لك شو قبل ما تقولي لي المسؤول، في نظام مساءلة ومحاسبة بالبلد معطل صح؟ من سنة 1990 ليلة تصديق اتفاق الطائف. بدك أكثر من الآن؟ حتى يومنا هذا أقول لك اليوم تعي شرفي اعملي قانون قائم على النسبية، قانون يا جمل يا بوبة شو من كان يكون على اساس النسبية، وحاسبي لحتى نعيد انتاج الخريطة البرلمانية ونعيد انتاج نظام المساءلة والمحاسبة بالبلد، ونمنع الذي يسرق وينهب البلد دون مساءلة ومحاسبة من الاستمرار في هذا الشأن، ونعيد انتاج خريطة برلمانية فيها معارضة وموالاة حقيقية تلعب دورة في لعبة المساءلة والمحاسبة. قبل ما تقولي لي مين المسؤول، بقول لك هلا نحن بصدد حصرا قانون انتخاب مصدر كل شيء. تخلقي نظام المساءلة والمحاسبة بقانون انتخاب عبر ما يسمى قانون النسبية. هذه النسبية التي تنتج وتمثل النسبية على أساس يعني النسبية كنظام، والقانون شو بيكون؟ شو ممكن يكون؟ شو ممكن يكون؟ يعني في يكون اليوم الاقتراح القانون اللي عم يتناقش تبع حكومة الرئيس مئة. طبعا هذا اللي كنا نقول انه تآمروا على وزتوه بالزجوارير وما عاد حكي لرئيس الجمهورية ولا الحكومة وين صار القانون؟ بح قانون، بح شو في قانون؟ عملوا القانون واختفى. هي ما بتصير ببلاد العالم، ما بتصير. في قانون بينعمل قانون وبيختفي قانون الزواج المدني صدر في لبنان واختفى. حد بضروري صحيح يعني. مزبوط. بس انه ما بتصير ببلاد العالم كثير يعني قانون. لا ما بتصير لبنان مبلا لك بتصير، بصير بلبنان اكثر من هاي يعني. بس عم بقول لك ببلاد العالم ما بتصير نانسي هاي. هيدي قصه بتسقط انظمه، بتسقط دول، بتسقط مؤسسات.
في قانون انتخاب. بس ما نحن دائما هذا الرد عم بيكون انه لا شيء منها قائم هلا، يعني اللي بده يسقط انظمه او مؤسسات او بده يكون في موجود كيف مؤسسات لا شك. كيف عم تحكي بالالغاء الطائفي؟ كيف يعني ليش عم تردي بهدف؟ لانه هذا مش نظام. ليش عم تردي بتردي علي بهدف الغاء الطائفيه؟ هالهدف الكبير الذي النظام مبني على هيك، الذي لم نشهد مثله بالشرق منذ بلاد نبوخذ نصر حتى اليوم.